ليمنح الإنسان نفسه. ما نقول وهكذا يمتنع أو لا يأكل، ليمنح الإنسان نفسه وهكذا يأكل. يعني الغاية من امتحان النفس ليس لكي تفرز نفسك عن المال. بعضكم أنا عندي خطية وأنا مش ناوي أتوب عنها، مش قادر أسامع، مش قادر أعمل كذا، حتى أتوب، حتى ترجع إلى الرب من كل قلبك وتسوي أمور مع الرب، ما تخلي الخطية تتغلغل في حياتك. إن قدرت قربانك قال الرب يسوع في متى 5 إلى المتى، وهناك أقدم قربان وصلي وأقول وجباتك، ولما بيطلع عبادك لما بتلتقي بأخوك بأخيك بتصارحه بتقول له شيء. مثل أحد الأخوة اللي إجا مرة على الاجتماع يوم أحد قال لي يا أخوني أنا الحقيقة صار معي مشكل مع شخص وضربته، يعني طول علي كثير وأنا طول بيت في الآخر ضربته، وأنا مستعد لما أشوفه انه اعتذر منه. بيسوى له الاسم القدس بالمختصر قلت له لا مش لازم لما بتشوفه تعتذر، لازم تقصه وتعتذر منه تروح لعنده بالله. قال لا فيك يعمل لي شيء يكون مستعد لو غلط لو شو بدك بدها تصبر انك انت اخطات. قال لي انا خايف انه انا بقول معك. فعلا رحت انا وياه لعنده استدلينا على بيته، ما لقاني في البيت، رجع الاخ راح واعتذر منه وسوى الامر. انت اولا اصطلح مع اخيك، وما بيكفي اهل السواد امر مع حي بلاش قربان ولا بقت له، وتعال وقد نحن ما بنعمل شيء على حساب شتتين، نحن بنفكر نعمل الشغل ما في الكتاب المقدس، ما في وصيه صغيره، ما في عمل صغير، ما في عمل يستعاض به بعمل آخر، كل الأعمال مطلوبة، ينبغي أن تعملوا هذا ولا تتركوا كله ينعمل بمعونة الرب، ما في شيء يطلب محل الثاني في كلمة الله. قال يمتحن وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، يعني الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق، يأكل ويشرب للأسف. إلهنا مش ملعوب، إلهنا معلش يكون النار آكل، وإن كنا نفرح ونعمل على أساس الصليب، لكن إلهنا قدوس، ما تغلب إلهنا، نار آكل، يأكل ويشرب بينونة نفسه، غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. ما أعظم هذه التمرد الأبدي اللي أعطانا إياه الرب. الرب مش ندمان، الرب أنه مغشوش فيك ولا فيك، الرب يعلم خاصته، يعلم أنني مهتم. نقدر نشفع لبعض الرب ما بينغش، ما بيبارك الرب انسان، ما بيخلص الرب انسان، بقول الى الانسان انا بعد شوي رجع، انا كنت ابدا بيعرفنا من قبل ما نولد، من قبل تاسيس العالم. وهكذا الرب رتب لنا النفس ارجونا وارجو بعضنا البعض.